واصل ما توقفنا من دورة المنظومة البيكونية. فاليوم إن شاء الله توقفنا بيت 22 هكذا. طيب فاليوم نبدأ 23. والفرض ما قيدته بثقة وقلت إسناده لمتن قسم لا أو جمع أو قصر على رواية هكذا. طيب فالأسبوع الماضي درسنا وتذاكرنا ال مدلس، وقلنا أن المدلس كم نوعان، عين يحيى وعلي وعرفات، ومن الذين كانوا معنا. الأسبوع الماضي كأنكم ما كنتم معنا، ولو راجعنا ما أدري تذاكرون ولا كيف. طيب سمنه لونين نفسي أبي يبيع مهم بقول نفسي من أنه هناك بقول يبيع. نعم هذا كان موجود معنا، هذا كان موجود إسحاق، ليس هذا إسحاق، أنت إسحاق. طيب فلقلة الوقت نراجع ما سبق، ولا تنسوا أن الاختبار يوم الأحد هكذا كنا، يوم الأحد بعد غد، بعد غد اليوم الجمعة سبت أحد اختبار، لا تنسوا هذا، هذا مهم بل أهم. تمام نفس الساعة، ساعة رابعة نبدأ يوم الأحد. فأخذنا المدلس، قلنا أن المدلس نوعان، وعرفنا ما هو المدلس، وهو إسقاط الشيخ أن ينقل عمن فوقه بعن وعن. تمام وقلنا أن المدلس فقد نراجع، إنما المراجع سريع. ها قلنا أن المدلس هو من يسقط شيخه في الإسناد، من يسكت شيخه في الإسناد. مثلا هناك طالبان يشاركون عند شيخ واحد دائما، ثم هناك يوما غاب منهم شخص واحد. تمام ثم جاء شخص واحد ويشارك الموضوع، شارك الدرس. عندما شارك الدرس بعد الدرس صاحبه علم أن هذا شارك الدرس فسأله، تمام سأله ماذا قال الشيخ اليوم، ماذا تحدث عنكم الشيخ اليوم. تمام فعندما ذكره صاحبه هو حفظ الحديث، لكن عندما أراد أن يخبر غيره لم يذكر اسم صاحبه وسكت عنه، مع أن صاحبه معه شيخ واحد. تمام إلا أنه غاب الدرس، فهذا جاء ثم سمع من الشيخ، فهو علم أن ذاك أتت الدرس فتواصل معه واستمع وحفظ ما قاله الشيخ ذلك اليوم. طيب عندما جاء من المفروض، عندما جاء هو لم يشارك الدرس، اسمه محمد، تمام هذا محمد وهذا أحمد، ثم أحمد شارك الدرس محمد لم يشارك، بعد ذلك محمد سأل أحمد هل شاركت الدرس؟ قال نعم. ماذا قال الشيخ؟ ماذا تحدث الشيخ؟ فأحمد أخبره
من المفروض عندما أراد يتحدث الحديث يذكر اسم أحمد ولا لا يذكر؟ يذكر محمد. هذا من المفروض عندما يأتي الحديث في السند لا بد يذكر اسم أحمد، لأن أحمد حينئذ صار شيخه، فهو لا يرضى محمد يكون شيخ. كيف مثلا علي وإسحاق هم في فصل واحد أليس كذا؟ فعلي شارك الدرس، إسحاق لم يشارك. عندما علم إسحاق أن علي شارك الدرس سأل علي إسحاق ماذا قال الشيخ اليوم، ماذا تحدث عنكم؟ عندما أخبر علي إسحاق حفظ الإسحاق، عندما حفظ الإسحاق من المفروض عندما أراد يتحدث إسحاق حديثا لغيره ماذا يقول؟ لابد يذكر اسم من؟ حينئذ علي شيخه، لكن ما يرضى أن علي يكون شيخه ثم يسكته، فهناك إسقاط الشيخ. فالتدليس نوعان، إسقاط للشيخ، وهناك يسمى التدليس بالشيوخ، والثاني لا يسقطه ولكن يصفه. انتبهوا الذين ما شاركوا السنة أسبوع الماضي، انتبهوا هذا لكم، وإلا مثلا إسحاق علي ومنصور على إيش يحيى شاركوا، فقط لكم انتبهوا. الثاني هذا لا يسكت شيخ، قسم الثاني لا يسكت شيخ لكن يصفه باسم غير اسمه. ممكن شيخ اسمه محمد، عندنا محمد هذا اسم الشيخ تمام، لكن محمد عنده أولاد، عنده ولد اسمه ايش؟ من يأتي باسمه؟ علي. عنده ولد اسمه علي، ومن؟ وإيش؟ سديد، ما في سديد اسمه زيد، هذا قال السديد حني نكتب حتى لا يغضب عني سديد. ها؟ وعمر يخفي. محمد عنده كم أولاد؟ ثلاث أولاد. عندما جاء صاحب المدلس تمام؟ لم يذكر، لم يصرح اسم محمد، بل وصفه باسم أبو علي، أو وصفه اسم الآخر أبو سديس، أو وصفه اسم الآخر أبو عمر، لكي يدلس الناس عنده شيوخ كثير، ما أنه شيخا واحد فقط. صاحب التدليس ومان هو التدليس الثاني وننجه كتسام وهم دا كلا نينا زين وكم بولو يونا وبحل يونا نصفون بيون علي سا سديد سا عمر سا فيوال أني يينا بل أبنا سام ملو وطار كتسام نوام بلا كتسام يون وكساقواتنا كتسام نيوك زيين فاين فهمنا كسامنا اليوم بل هو ينجح كسام نقوان انتان من صفة أبو كذا أبو كذا، فالناس يظنون أن هذا ما شاء الله درس عند شيوخ كثير، فإذا شيخ واحد بس لكي يدلس الناس بس تمام. خلص نواصل بالسرعة، وقلنا لذلك قال أو صافه بما به لا ينعرف، يعني يوصف محمد بأوصاف لا تعرف أنه محمد، ما أن محمد معروف، إلا أنه يأتي بأوصاف أبو علي أبو سليس أبو عمر، هذا أوصافه لا ينعرف لأنه لا يعرف أنه. طيب نواصل، وما يخالف ثقة به ملا فالشاذ والمقلوب قسمان امتلا. أنتم معنا؟
21 وما يخالف ثقة به من؟ ما يخالف ثقة به من؟ يعني إنسان شاب. لذلك فسركم الذي يخالف الجماعة أو هو ضعيف ويخالف المحفوظ، هو ليس بثقة ويخالف الثقة، ماذا نسمى حديثه؟ الشاذ. شوف جماعة كبير يرون الحديث، هو واحد يأتي بالحديث، نأخذ الجماعة أو نأخذ هو من طريق؟ نأخذ الجماعة. طيب هؤلاء كلهم روى الحديث واحد، وذاك روى الحديث وحده، ونفس المعنى نفس الحديث، عندما نأتي لنصحح الحديث ونأخذ أحد، أيهما نأخذ؟ نأخذ الملأ. الملأ هنا الجماعة، تمام؟ طيب فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال الراوي ما براوي قسم، هذا تعريف المقلوب. حديث المقلوب كل هذا ضعيف من أنواع الضعيف. ما هو الحديث المقلوب؟ الحديث المقلوب قال هو إبدال راوي ما براوي قسم. الآن هناك حديث، كم ترى حديث كيف يعني؟ سندنا بوغن نتنه النوان سندنا، بدلا علي جعل السديس، إبدال راوي ما براوي، هو بدلا أن يقول راوي من علي بدله إلى من سديس، هذا يسمى إبدال راوي ما براوي قسم. أو بدلا الراوي هو السديس بدله إلى من؟ إلى عمر، هذا يسمى تبديل الراوي، فهذا تسمى القلب. فعندكم شيء في الحديث يسمى الاعتلاء، عندكم شيء أي عفوا في التجويد يسمى الاعتلاء. أحكام النون الساكنة والتنوين كم؟ كم أربع، الإدهار، الإخفاء، الإقلاب، الإدغام. فهنا صاحبكم قال والمقلوب، المقلوب هو أن تقلب راوي في مكان راوي آخر، هذا في سند أو في متن. أن تأتي الحديث بسند آخر، ما أن الحديث لها سند، الحديث بنفسه له سند، ثم هذا يأتي يبدل المتن إلى سند غير متنه، هذا يسمى إبدال. طيب نواصل. الآن نبدأ درسنا اليوم، انتبهوا درسنا اليوم نبدأ، من يقرأ لنا؟ نعم هذا هو درس جديد، انتبهوا. والفضل ما قيدته بثقته على قبالة، قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد، فرد عكسه جمع، تمام؟ قال لكم الفرد، الفرد حديث الفرضية ماذا يسمى؟ قال لكم هنا ما قيد بثقة. مثلا شخصا وحده روى الحديث، ما أنه ثقة، ما أنه ثقة، هو ضابط حافظ عادل ليس بشذوذ ولا بمعلل، تمام؟ هو شخص موثق حديثه
تمام لا يكذب على الرسول، لا يكذب على الرسول، فهذا يسمى مقيد بثقة. هناك بعض أحاديث مهما فعلت مهما بحثت لا تجد إلا شخصا واحد يروي هذا الحديث فقط، مع أنه ثقة ليس كذاب، ليس كذاب. فكل حديث روي بشخص واحد موثق مقيدا له. طيب يمتون فهم الحديث أما يمتع والفرض ما قيدته بثقة، ثم قال أو جمع أو قسم على رواية. هناك بعض الأحاديث روي بفردا واحد، وهذا الحديث مهما فعلتم تجدونه نفس الشخص أي مكان رأيته نفس الشخص، مع أنه موثوق. ما معنى مقيد؟ لا مقيد، عندنا مقيد وعندنا مطلق. عندنا مقيد بشخص واحد وعندنا مطلق بكل شخص. أما هذا الحديث قيد بشخص واحد فقط، مع أنه بثقة، هو وثيق، هو إنسان لا يكذب، ليس كذابا ولا شذوذا ولا معللا، تمام؟ لذلك قال لكم هنا أو جمع أو قصر على رواية. فمن هنا ممكن نقصد، شوف لو تذكرتم حديث الغريب، والغريب ما رواه راوي فقط، الغريب ما رواه راوي فقط، مثله مثل هذا، هذا أيضا راوي واحد لكن هو هنا ثقة، هذا خلاف بينهم، تمام؟ ها، وإلا نفسه كنفس الغريب إلا أن في فرق بينهم. فمن هنا ممكن نقسم الفرق، ثم قال أو جمع أو قصر على رواية. ممكن ترون حديث براوي واحد فقط يروي هذا الحديث مهما رأيته في أي كتب، راوي واحد فقط. طيب أو تجدون حديث براوي، لذلك قال لكم أو جم، جم هنا أي بلد، إذا أردتم هذا الحديث إلا بلد فلان تجدونه، لأن الراوي منهم. مثلا نقول السنكاسي هنا، إذا أردتم حديثا، هناك حديث عن كل الناس يعلم هذا الحديث، إذا تريده تجري عند من؟ عند أهل السنكاسي، هناك شخصا منهم حفظ هذا الحديث، أو جمع يعني بلد، أو قصر يعني ليس جماعة، منقصر إلى شخصا واحد بس، شخص واحد روى هذا الحديث، راوي واحد، إما بلد ففي هذا البلد لا نجد إلا راوي واحد، ونعرف أن هذا الحديث عندما نبحثه نبحث عند بلد فلانية، لأنه ممكن الراوي أهل البلد إما نقول سنكاسي أو دابونغو أو مونغو كذا، إذا نريد هذا الحديث إلا أهل دابونغو نجد أو أهل المونغو، هذا يسمى أو جمع أو قصر، القصر يعني لم يصل الجمع، يعني القصر إما واحد أو اثنان بس، تمام؟ نرجع بمورة شوية حتى تفهم منه الفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. حديث الفرض كتنبوانا بان بلبون حديث الفرض، أي حديث الفرض أحدث حديث نيين إذا ينبلغ فهم حديثنا عندي نبي عمنا أو نرى ينبلغ دي حديثنا كبهم بوات حديثنا هم فميان زغلا حديثنا من أنت يزين فهم بدأ على زغل بلا دي حديثنا أنت حديثنا
هذا تنبش يقول وأني ذا الثقة أني ذا يا غزيري ومزيري وأني القدر صغنى ضابط في حفظي تمام؟ هو ثقة. ثم قال أو جمع أي بلد ما فني يعني تو أي زمن لما زمن أكثر صفة هذا يسمى نسبيا نسبة إلى كذا الفرد تنقسم الفرد إلى نسبيا وإلى بلد وإلى رواية أو إلى راوي فمن هنا الفرد تنقسم إلى ثلاثة انتبهوا الفرد تنقسم إلى كم؟ ثلاثة الفرد النسبية الفرد نسبيا نسبة إلى بلد تمام؟ والفرد روائية يعني راوي واحد عندنا فرد النسبية بعض يقولون فرد النسبية وفرد مطلق إذا قالوا الجماعة هذا جمع إما بلد هذا جماعة هذا فرد نسبية نسبية أو فرد مطلق نجعله اثنين عندنا فرد نسبيا وفرد مطلق فالفرد النسبية يعني نسبة إلى هذا البلد تجدون الحديث تمام؟ نسبة إلى أهل السنكاسي منهم تجدون الحديث يسمى فرد نسبيا ممكن هذا الحديث الذي رواه من أهل السنكاسي أو من أهل الدقون أو كذا هذا مثال يعني وإلى هذا البلد أو الأسماء التي سمينا الآن ما لم تكن معروفة عند الصحابة تمام؟ عندهم بصرة وكوفة ومصر وهكذا والهجاز ثم قال لكم أو قصر على رواية يعني إما نسبية إلى الجماعة نسبة إلى البلد أي أو نسبة إلى فرد شخص واحد تمام؟ نعم أو قصر على رواية هذا الحديث رواه شخص واحد بس طيب وما بعلة غموض أو خفى أصلا فهمتم الأول؟ فهمتم؟ مثل الغريب والغريب ما رواه راو واحد هذا مثله تمام؟ هذا إذا عندنا بعض الأحاديث فردا وهو ثقة يروي الحديث وحده خلاص هذا الحديث يسمى حديث فرضيا منفردا وما بعلة غموض أو خفى من هنا نعرف ما هو الحديث المعلل أو معلل حديث المعلل قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف حديث المعلل ما هو الحديث المعلل؟ قال الحديث المعلل تكتبون التعريف أولا ثم نواصل حديث المعلل هو الحديث الذي أطلع فيه على علة تقضى في صحته مع أن الظاهر سلام منها هذا حديث معلل هو الحديث المعلل هو الحديث الذي هو الحديث الذي اطلع فيه اكتب يا رجل اكتب
لستم طلاب أو أكتب على السبورة. شوف المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة، على علة. السلام. طيب في على علة على علة انتقد في صحته. في صحته ما عن الظاهر السلام. طيب هو الحديث الذي اطلع فيه على علة، اطلع فيه، ومن هو اطلع؟ كلمة اطلع طلع، طلع الشمس، طلع البدر علينا، ما معنى طلع؟ يعني هو الحديث الذي اطلع، رأوا، شاهدوا فيه، فيه في هذا الحديث شاهدوا فيه على علة. ما معنى علة؟ زمن. تقدح. ما معنى تقدح؟ تجرح. ما معنى جرح؟ الجرح. السلام. الجرح، ما تعرفون الجرح؟ ها؟ جيد، هذا جرح، هذا جرح. قال أطلع فيه لما شاهدوا، لما نظروا في الحديث رأوا على علة، في علة. تقدح، تقدح ماذا كنت هم يدرى؟ تقدح يا فغلو، فغلو لبون تقدح حديث فغلو حديث ترى زنة أتليا أو هنجي حديث مين تزنة مبين في صحته حديث كما أمالاً كو زنة مبين ما عنا ظاهر السلام منها، لكن لو رأيتم ظاهر الحديث سلامة ما في مشكلة، لكن الذين يعرفون هذا هم الجهابرة في الحديث. ليس كل واحد يدرك هذا، ليس كل واحد ينظر الحديث ثم يعرف أن الحديث في علم، ليس كل واحد إلا الجهابرة في العلم هم الذين يعرفون هذا. منها شوف وهنا العلة أين تقع العلة؟ أين تقع العلة؟ في الإسناد. أحسن. وماذا أيضا؟ ها؟ متن. أحسن. العلة لا تقع في مكان واحد، العلة تقع في جهتين. العلة تقع في الإسناد، إسناد والمتن. المتن العلة تقع في الإسناد والمتن.
أين تقع؟ في الإسناد والمتن، ليس إسناد فحسب وليس متن فحسب، إنما تقع في الجهتين. لكن أي حديث اسمه حديث معلل، كل حديث ظاهره السلامة، ما أن حقيقة خفي فيه، جرح فيه، هناك جرح في الحديث إما في المتن وإما في السند، فهذا تسمى حديث معلل. كل حديث ظاهره سلامة، ظاهرها سلامة، ترون الظاهر لما جاء حديثا قول لم تبين أيه، أما يمهم به سوما هم تنميك تزنن به قوم به، هذا يسمى حديث معلل. ارجعوا في هذا حديث الصحيح، كل حديث صحيح هو ما اتصل ها؟ لا واحد، اريد شخصا واحد ها؟ 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 ولا علة، ولا علة، وهنا في علة، هل ممكن نقول حديث صحيح؟ لا، لم تكمل الشروط. الحديث المعلل وكل حديث ظاهرها السلامة، ما معنى السلامة؟ جيد، ما في أي مشكلة، لو نزلتم في الظاهر ما في مشكلة، سواء في السند أو في المتن جيد ما في أي مشكلة، لكن لو أممتم النظر لو أتم النظر ترون أن هناك علة تقدر، ترون أن هناك علة تقدر. حديث المعلم أحاديث وحديث يمهنجه حديث من يمهنجس أخذ أقول لهم حديث يهم فين غمبون يمكن جتنا يمن كحديث يقول لهم كفوقهم أما يمهن لب من غنجه سوما لا وانك بانهم فنفسي أمام النام التوفيق أما فنفسي أمام توم بان يلتنى إلا قليل أمام توم بان يلتنى أنهم بلف حديث فوق أبلف يا محمد غنجس يا ميك انت حديثنا فعل الله قوم به حديث ترى علنا يعلم قوم به حديث فصحيح حديث وحديث انت تصفة كان فأبونا حديث معلم أو فهمتم أنتم مين؟ طيب لما قال هنا وما بعلة غمود، ما معنى غمود؟ الغمود كلمة غمود ها؟ ها؟ هذا الذي أريد، ليس الصعب يا رجل، ليس الصعب، هذا الذي أريد، ماذا؟ شوف الغمود الشبهة، ممكن نقول شبهة، شوف أنت هنا ثم يقال لك انظر بعيد هناك وانت تنزل ترى ما ترى جيد لان في غموض صعب ان ترى، انت كنت قوي ها صعب كنت جيد انت ما سميتك جيد، فهذا تسمى غموض. ثم فسرك او خفى، ما معنى خفى؟ خفية، كلمة الغموض معناه خفية، خفى. إن لم تفهم الغموض افهم كلمة الثاني، إذا فهمت الثاني معناه الغموض. ثم قال لك معلل عندهم قد عرف، يعني كل حديث فيها غموض، في مشكلة في الحديث يسمى حديث معلل، هذا تعريفه. ما هو الحديث المعلل؟ يقول كل حلي كتبتما هو الحديث الذي أتلى فيه على العلة تقدح في صحة ما أن ظاهر السلامة منها، ما أن ظاهر السلامة منها. وقلنا أين تقع العلة؟
المتن الإسناد والمتن. طيب نمشي. طيب وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهي الفن. أنتم أين؟ من يقرأ؟ نعم يقرأ. اقرأ أنت، اقرأ. نعم اقرأ اقرأ. حمزة وشيرون اقرأ. وضو لاختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. أهيل جيد. من المفروض يكون أهل الفن، لكن سبب البيت أنا كلمة من أبا أهل. ما معنى أهل؟ أصحاب الفن، أصحاب الحديث، أصحاب الفن يعني أصحاب الحديث. لكن لكي ينظم البيت جاء أهي. تمام؟ نعم. طيب اكتب التعريف المضطر. حديث المضطر مضطر، حديث المضطرب مضطرب. نكتب أكبر سبورة. طيب ما روي الأمهات بنات تسمعنا أم يطمع؟ حنقول شيء يطمع. ما روي ما روي على أوجه مختلف متساوي في القوة. المشكلة هنا متساوي في القوة. انتبهوا، حديث المضطرب انتهيتم الكتاب؟ طيب المضطرب هو قال وذو اختلاف سند او متن. ذو هنا قال وذو اختلاف، نعرف كلنا نعرف كلمة اختلاف. السند أن يوجد اختلاف في السند وأن يوجد اختلاف في المتن. عند من؟ قال مضطرب، مضطرب عند أهي الفن. وجدتم رجلان، وجدتم رجلان أحدهما ثقة وقوي وضابط، تمام، والآخر هو أيضا قوي وحافظ وضابط وثقة، نفس الشيء مع هذا. هذا جاء بالحديث، ما أن هذا أيضا جاء بالحديث، لكن الحديث مضطرب. ما معنى اضطراب؟ هذا اضطراب.
يعني إذا وضعنا شيء هنا يضطرب في مشكلة. هذا قوي حافظ ثقة جاب الحديث، هذا كمان قوي حافظ قوي جاب الحديث، لكن الحديث فيه تعارض ليس معنى واحد. تمام، هناك ثلاثة أشياء، هذا ثقة وهذا ثقة، كيف نفعل؟ ما كلاهما شيخ واحد، ما كلاهما شيخ واحد، مثلا علي وإسحاق جاءوا بالحديث وشيخهم شيخ واحد، إسحاق حافظ قوي ثقة، علي كمن حافظ قوي ثقة، لكن عندما أتت الحديث عند علي وعندما سمعنا ما به عند علي في اضطراب، علي ممكن عند حديثه لا. تمام، طيب نأتي بالمثال القريب. قلنا أن الاختبار متى؟ يوم يوم أحد، هناك ذاك قال يوم الاثنين، طيب هذا اضطراب، هذا اضطراب نافع، ما اسمك؟ مناف ثقة، وعلي أيضا ثقة. ثم واحد يتصل منهم الذي مقابة يتصل من علي يعرف أن علي هذا أيضا كذب، يتصل علي متى اختبار، متى قال أستاذ اختبار؟ علي قال يوم الأحد، عندما اتصل من؟ عبد المناف قال يوم الاثنين، في اضطراب، هذا الذي ما يدري يوم الاثنين ولا يوم كيف يرجح، كيف يفعل؟ لابد يرجح الترجيح، إذا أمكن الترجيح بالشرط هم مكتونا تعب ترجيحهم، بل ترجيح أو الجمع، أولا نبدأ بالترجيح نرجح نشوف أيهما قوله الصحيح، الذي قوله الصحيح نمسك هذا، والقول ليس بالصحيح مرجو نجعله نضرب الحائط. تمام، هذا مضطرب، أو نجمع إذا أمكن الجمع، تعرف هذا الحديث يفعلون هكذا، إذا جاء حديث اثنين ما بعد وهي مضطرب ينظرون هل ممكن نجمع الحديث، إذا أمكن الجمع نجمع. تمام، وإن لم يمكن الجمع نرجع نشوف أيهما قول الصحيح وأيهما قوله غير الصحيح، ونأخذ الصحيح ونرمي غير الصحيح، وهكذا. هذا يسمى حديث مضطرب، وجدنا حديث شخصين حافلين، لذلك قال لكم في التعريف ما روي على وجه مختلف متساوي، ما روي على وجه مختلف متساوي في قوة، كلاهما متساوي في القوة، أما اختلف الحديث، اختلف ألفاظ الحديث، ممكن حديث هذا لا وحديث عند هذا نعم، أو حديث عند هذا قبل الصبح وهذا يقول بعد الصبح، نشوف نرجح، إذا كان في ترجيح نشوف أيهما الصحيح وأيهما غير الصحيح، نأخذ الصحيح ونترك هذا، لكن كلاهما قوي، كيف نفعل؟ هل يمكن الجمع حتى يصير حديث واحد؟ نشوف إذا يمكن الجمع نجمع، ما يمكن الجمع نترك، هذا يسمى حديث مضطرب، لكن عند أهل فن، يعني أهل الفن هنا أهل الحديث. تمام؟ نعم، الاضطراب، الاضطراب أفهي اضطراب ما نعبى؟ أيام هنا بام حديثي، حديثينين
يام حانجس نينا هو انا حديث تي بي بي نسوب ني دوزيام نسوب ابون نغوما يوم لين يسغر مبوكم بي يام حان لبن جهاب يلفا اب الثقة عن الحب يا غزيلي ابي نفا يل قوي في الحبس ابطون يا غزيلي يام ايتوانا يام نمال الترجيح نن جه بوغ اسوما كبوغ اسوما تو بامو دي فها اسوما ينن تو بان ها اسوما ما تو دي اما الجم هنا جهنا غما يوم انا كلب غما يني كلب با ايوم هذا سمى الجم يم قال من نسي الصلاة لا كفارة له. كيف لا كفارة له؟ لا كفارة له بعد ما صلى ولا بعد ما نصلى؟ ها؟ يصليها هكذا. من نسي الصلاة فكفارته أن يصليها، تمام؟ هذا حديث. لا فلا كفارة لها، هذا قال فلا كفارة وهذا قال كفارة. ننظر إذا كان كلاهما ثقة وضابط حين فيه اضطراب نرجح. كيف نفعل؟ نرجح الحديث، نشوف لا كفارة له وهناك كفارة، أيهما قوي، أيهما صح أصح؟ ونأخذ إذا كان لا يمكن كلاهما قوي قوي ما يمكن نرجح. ما معنى نجمة؟ هنا زي النجمة، نجمة قولين في قول واحد، قولين هذا نجمة في قول واحد إذا أمكن، إن لم يمكن الجمع نتركه هكذا. ممكن هذا الحديث إذا ما أمكن الجمع نتركه هكذا، لا كفارة له في مكان كفارة، لأن لا يمكن الترجيح ولا يمكن الجمع. أما إذا أمكن نجمع هذا أفضل، وإذا لم يمكن نرجح، إذا لم يمكن نتركها هكذا. طيب أخذنا كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. نواصل الآن المدرجات في الحديث. من يقرأ؟ اقرأ نشوف. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ اتصلت. المدرجات، حديث المدرج. طيب نكتب التعريف أولا ثم نفصل. هذا الكتاب غير ما رتبه. اسم مدرج. طيب 130. اكتب تعريف المدرج. المدرج ما غير صيغة الإسناد أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. المدرج حديث المدرج، تمام؟ ما غير في سياقه. وما غير سياق إسناده. نعم.
أو أدخل في متن أو أدخل في متن ما ليس منه بلا فصل بلا فصل ما أدخل. ممكن هذا يكون آخر، أتوقف إن شاء الله. والمدرجات في الحديث، حديث المدرج، هناك بعض الحديث يسمى مدرج، اكتب بسرعة ثم نفصل. ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس في متنه، متنه أو عفوا عندك هك متنه ما ليس منه بلا قصد طيب نواصل نشرة. قال والمدرجات، قال لكم مدرجات، ما قال لكم مدرج، مدرجات يا معناه كثير، هذا يحدث في الحديث. المدرج ما معنى مدرج؟ اندراج، دخول، تدخل شيء في شيء، اندراج. قال مدرجات، قال مدرجات في الحديث ما أتت. الآن يريد يفسرك ما هو المدرج. من بعد ألفاظ روات اتصلت، ثم قال لكم هنا التعريف هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. كل حديث في سياق إسناده، السند، سياق السند، تعرفون السياق؟ السياق ممكن يكون طريق، السياق، الصيغة التي تأتي، السياق يعني لفظه، والسياق كيف ما يأتي، الألفاظ التي تأتي فيه ثم السياق، تمام؟ ما غير سياق إسناده، الإسناد غير في إسناده، هو كل حديث غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه يسمى مدرج. شوف إذا أراد الناس المدرج نرهن نشيل نوبيس ما تشين الدمس، تمام؟ هم بوشي منزو كاكيرة بينه وزينك بس تابع زينك كوفي ميتيرة يسمى اندرج. أنت في شيء تعمل شيئا وتعرف هذا الشيء هكذا، ثم بعدين كده لك لا أدري فيه شيء فصار هكذا، هذا يسمونه إدراج، معناه أن يدخل الشيء في البرنامج من غير قصده، تمام؟ المدرج يعني إدراج، شيء جاء يندرج على شيء، هذا يسمى إدراج. لذلك فسركم هنا ما غير سياق إسنادي، إما في إسناد من المفروض إسناد كيف يأتي اندرج فيه وغير شيئا فيه، هذا اندراج، أدخل شيئا فيه، أو أدخل في متنه ما ليس منه
أو حديث بنفسه أدخل شيئا وهذا الشيء الذي أدخل فيه ليس من الحديث من غير فصل، ما أخبره، ما فصله، لو فصل أن هذا 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 كذا لا بأس. ممكن يدخل شيء في المتن ثم، لكن إذا نبه، أنا أرى كأنكم ما فهمتمون، فهمتم؟ مدرج أبي، مدرج أبا، مدرج أحاديث أبحن كيس أبحن كيسو سندنا فوق أمي سندنا مواس سلسلة الرجال أبحن كيسو سندنا فوق بومهن لكو سومن كيس أبحن كيسي هذا سندنا فوق فبور عدس نفوق إما في السند أو في متن، متن نفوق من متن إم أب كيس بومهن لكو سومن كيس متن نفوق لكو بوفوق مين يسمون هذا إدراج في الحديث، مدرجات الحديث، إما في السند وإما في المتن. فمن هنا نعرف أن المدرجة تقع في الإسناد وتقع في المتن، تمام؟ كما تقع المضطرب في السند وفي المتن، نفس الشيء الإدراج. ممكن واحد يروي الحديث، عندما روي الحديث أدرج في السند، أدخل الراوي وطوان وانا نبنكين سند نفو قصده هو سند نفو ما وانا قوامن باس حديث نفو قوام كان لك هو حديث نفو. هذا يسمى إدراج الحديث، هذا يسمى مدرجات، يعني أدخل شيئا ما ليس من الحديث بلا قصد، لكن إذا فصل لا بأس. ترون هناك بعد أحاديث الصحابة إذا جاء الحديث يأتي بكلامه بنفسه ثم يفسر أن كلامه كلامه، أن هذا كلامه، تمام؟ هذا هو فسر، هذا فسر ما في مشكلة. أما الذي أدرج كلامه ولم يفسر هذا يسمى مدرجات الحديث. أنتم فاهم حديث حديث هنا هندي حديث هنا وانت أزي وانهم من وانفهم أهوانا وانفهم بيننا كان ولد غومنا غوم كانو سيقنا او من غوم ما في مشكله. اما وانا النبي ام حديث تزيين فاهم من غوم تقولي هذا يسمى مدرج، حديث مدرج يسمونه مدرج، لان او تشه بومو هند قصو من تشي هند بو غوم نكوي، فتسمى مدرجات في الحديث. او وات مسند وهو متن هو، وقلنا نعرف المتن ونعرف السند، قلنا السند هو سلسلة الرجال والمتن هو الحديث بنفس لفظ الحديث. طيب، فأرى نقف المدرجات. نعم. ها؟ ما فهمتكم، اقرأ ماذا تقول؟ لا فسرنا هذا، هذا مدرجات. إيه هذا ما زال مدرج. شوف قال لك من بعد ألفاظ، ما معنى اللفظ؟ يعني ألفاظ الحديث، حديث نبوة ما قوم بيس نلقون ألفاظ. ثم قال لك من بعد ألفاظ رواة اتصلت. من هم رواة؟ الذين يروون الحديث هندي غير حديث أبونا من بعد. روات، روات الهند يقرب حديث نبون بنوا، روات هو جاء لفظا من بعده، هو أتت لفظ لفظه هو وأدخل الحديث، مع أن الحديث إذا أتت الحديث بنفس هذا اللفظ له، إذا بين أن اللفظ له لا بأس، إن إذا تركه هكذا فتسمى حديث. هناك مدرج، أدرج في الحديث، هناك زيادة الكلام. إذا تريد أن تفهم أي كل حديث وكل سند وكل متن زاد فيه وليس من الحديث يسمى مدرجة. فهمتم؟ كل متن وكل حديث
الراوي الذي جاء بالحديث زاد شيء منه يسمى مدرجة في الحديث وهكذا. طيب نقف هنا، فإذا كان هناك السعاد ممكن تسألوا. فبقي لنا كم بيت؟ 1 2 3 4 5 6 طبعا 8. غدا ما أظن غدا سنقوم بالدرس، غدا ما أظن سيكون هناك درس. تراجعون لاختبار يوم الأحد، تمام؟ اختبار انتبهوا، والاختبار سنبدأ بيت الأول إلى بيت 18. 18 واحد إلى 18. نعم، المعضل، حديث معضل، معضل 2 وما أتت مدلس النوعان ليس موجود هنا، وما أتت مدلس نوعان ليس معكم بس فقط، والمعضل ساكت منه 2 إلى فوق، المدلس ليس معكم، فتراجعون غدا، تراجعون إلى أحد نختبر. طيب هذا اختبار الأول، والاختبار الثاني طيب لا أدري متى سنعمل، ممكن ماذا إيش هذا مسلسل سيقوم بك هذا ما في مشكلة، أستاذ آخر سيختبركم ممكن، لا أدري هل سأتحدث مع الإخوة نشوف إما يقومون بكم اختبار الثاني أو ننظر كيف نعمل، ينظرون كيف سيقومون به. طيب صلى الله على نبينا محمد، والله تعالى أعلم، جزاكم الله عنا خير، السلام عليكم.